السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم وصفة ولا أروع، يعني إلا جربتوها أكيد ما غاديش تندموا عليها، كتجي هائلة جدا، يعني ديال تحميرات الوجه مذاقها لذيذ، القوام ديالها هائل وسهلة في التحضير، كنأكد عليكم كتستحق تجربة، لذا بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقة التحضير ديالها. نوجدو العجين، غنحتاجو جوج كيسان ما يعادل 200 غرام، يعني جوج كيسان ما عاملينش بزاف، مع نصف كأس من السكر ثقيل أو سكر كلاسي، 80 غرام من الزبدة لينة تكون بحارات المطبخ، وكذلك نصف كيس من خميرة وكيس من الفانيلا باش غنسمو، وبيضة أو أصفر بيضة على حسب نوعية ديال الدقيق وحتى الحجم ديال البيضة اللي غنستعملو. غنغربلو جوج كيسان كيف قلت ما يكونوش عامين بزاف. كان عندك الكاس اللي كيعبر اصلا 100 غرام، فغادي جوج كيسان عادي غنغربلو، وغادي نضيفو باقي المكونات. كيف قلت نصف كاس من السكر يكون سكر ثقيل تقريبا 60 غرام، مع كيس من الفانيلا والزبدة كما كتلاحظوا تكون بحارة المطبخ، 80 غرام وحتى 3 المعالق كبار، ونصف كيس من خميرة الحلويات 4 غرام. غنحاولوا نرملوا هاد المكونات، وطبعا ما نساوش نهائيا نضيفوا القليل من الملح. نحاولوا نرملوا او نخلطوا هاد المكونات مع بعضها مزيان حتى تلبس بهذا الشكل بالاطابع ديالنا. صافي نشوفوها تخلطت وترملات مزيان، غادي نجمعوا باصفر بيضه او البيضه كامله، انا نستعمل في الاول غير الاصفر الا ما كفاتنيش، ونزيد الابيض ديالها ماشي مشكل. نحاول نجمعوا غير بيدينا هكذا، ولا ما جمعتكمش حتى البيضه يعني وكانت الحجم ديالها صغير زيدوا واحد المعلقه الحليب ماشي مشكل. صافي غادي نستمر، انا غنزيد دابا الابيض لان كما لاحظتوا ما تجمعاتليش نهائيا، ونستمر بهذه الطريقه حتى نحس بها جمعت. ضروري العجينه تكون رطبه ما تكونش قاصحه، وغادي نجمعوها في بلاستيكه ونخليوها ترتاح واحد نص ساعه فقط في الثلاجه عاد باش نشتغلوا بها. كناخذوا اما جوج بلاستيكات او ورق ديال الطبخ، وكنطلقوا بالمدلك بهذا الشكل، هذا شكل طولي او دائري او مربع على حسب الاطار او المول اللي غادي تستعملوه. انا عندي هنا مول طويل، فغادي نطلقوا نحاول نطلقوا بالطول، ديما نقادو ونشوفوا نقيسوا يعني مع المول واش هو هذاك. العجينه تكون يعني متوسطه بحال اللي كنديروا للصابلي، وناخد المدلك بهذه الطريقه هذه، او ممكن تقلبوا مباشره فوق المول، هذه اضمن خصوصا للمبتدئات. كندوروا بهذا الشكل وكنرشوا الدقيق باش ما يتلصقش مع بعضها، يعني يسهل لينا اننا نفرقوها، ونحاولوا غير بالمهن نعاودوا ننزلوها فوق المول بهذا الشكل. نحيدوا بعد ما كنقادوا شيئا ما، يعني خصنا نلبسوها المول، نحيدو بدلاك او غير بيدينا ونلبسو مزيان، ونحاولو نزيدو نقادو حتى كتلصق في المول. العجينة اللي بقات لينا راها ما كطيعش، كندير بها قطع من الصابلي للوليدات وكنطيبهم مع الحلوة في وقت واحد. نخلي بنتي نيت تعلم فيها انها تقاد باشكال مختلفة. كناخدو بعد ما كنلبسو كنقادو مزيان وبصبعنا الكبير كما العاده في الشريطه، ونشكلو بحال هكا ثقوب مزيان باش تنفس، ونخليوها على جنب ونوجدو الحشو ديالنا. بالنسبه للحشو غنحتاجو بيضتان، نص كاس من السكر ممكن تنقصوا على حساب الذوق ديالكم، ولوز مطحون او بودرة اللوز، ممكن ديروا لوز بقشرته وتطحنوه وتستعملوه. انا عندي جوج
علب من الجبن كريمي او ياغورت طبيعي نستمد بيرلي، جوج علب، وممكن تعوضوهم بواحد 8 المعالق ديال الكريمة الطرية اللي بغيتو. غادي نضيفو المكونات كاملة مع بعضها، يعني هاد الجبن الطري ففيه كنظن 90 غرام في كل وحدة، وغادي نخلطو مزيان حتى كينسجمو، يعني عملية سهلة وبسيطة بلا ما نطيبو بلا ما والو، ولا نحتاجو لا الكريمات ولا مستحضرات، فقط غير هاد المكونات مع بعضها كتجي هائلة. صافي غنخليو على جنب ونمشيو نوجدو التفاح ديالنا اللي غادي نضيفوه. عندي تفاحة إما كبيرة وحدة وإما نديرو وحدة ونص لكانو صغار. غادي نقطعوها بهذا الشكل، او ممكن ديروها شرائح اللي بغيتو، انا نقطعها قطع اللي هي صغيره، اللي ما كيبغيش تفاح بزاف يديرها شرائح رقيقه ويديرها. غادي نقطع بهذا الشكل ونحاول نرقق دوك القطع، يعني يجيونا رقيقين، هذا هو الاساس، ما يجيو شوكولاط باش كيطيبوا وما كيبقاوش باينين داخل ديال الكريمه، وكيجيو يعني القوام ديال الزبيب ما كيجيش قاصح لداخل نهائيا، ما كتحسوش بان كاينه شي حاجه اللي دخل على شكل القطع. صافي غادي ناخد ونرجع ناخد المول ديالي، ممكن من الاحسن ديرو في الثلاجه في ديك الفتره، ناخد واحد الكميه من هذا الخليط نوزعها تقريبا 3 أو 4 المعالق فوق العجين، وعاد نضع التفاح ونحاول نفرقه بشكل مستوي. كيف قلت اي مول بغيتو بنفس الطريقه غادي تشتغلو، ما كاينش اشكال، طويل او مدور او مربع اللي عندكم متوفر او لا بغيتوه. صافي ملي كنوزعو بهذا الشكل، وزعوه بشكل متساوي، غادي نزيدو ما تبقى من الكريمه من الفوق، وحتى هي نقادوها مزيان بحيث تجي يعني مستويه. في هاد الأثناء نشعلو الفرن ديالنا كيسخن على 200 درجة، إلى عندنا فرن كهربائي، عندنا فرن غازي غنسخنوه عادي كيف مولفين، ومن نبغيو ندخلوها نقصو واحد شوية العافية باش نخليوها طيب على خاطرها. إلى عندنا فرن كهربائي غنشعلو من التحت ومن الفوق، ونقصو على 200، ما نخليوهاش، نديرو غير واحد 190 أو 180 على حسب الفرن، يعني كاين الفرن اللي تيخطف من التحت، ما عندكم فرن عادي ما كيطيبش بسرعة ديرو 200 ماشي مشكل، أولا بعدو النار الوسط. وغادي نزينو هنا، أنا درت غير كاوكاو صراحة وليت توفر لي إيفيلي، ممكن ديرو طبعا اللوت باش تواتا مع المذاق ديال الحشو اللي يعني فيه بودرة اللوز. صافي غادي نستمر وغادي ندخلها كيف كل طيب على خاطرها حتى كتحمر من تحت على مزيان، وطيب لنا الكريمة من الوسط والجوانب وكل شيء، ونرجعو نشوفو شكلها منين طابت. واكيد كتنفخ، كتلاحظو انها بدات كتنفخ في الفران بهذا الشكل، وخليوها تحمر مزيان، ما تجبدوهاش خضرا، لنا بزاف الاخوات كيتشكاو كتبقى ليهم العجينة خضرا، فخلط اللي خليو لها الوقت الكافي باش طيب فقط. وكندهنوها هكذا ما حدها سخونه بخليط، انا درت هنا مربى وناباج، ممكن مربى بوحدها او ناباج بوحدو، بعد ما كنسخنوه كندهنو من كل شيء وكنخليوها تبرد مزيان، كنحيدوها من المول وكنقدموها. نشوفوا شكلها كيفاش كتجي، اكيد رائعه، يعني كتجي كيف قلت راقيه، مذاقها ولا اروع، يعني مختلفه وزوينه بزاف ولذيذه. كنتمنى تجربوها لان اكيد ما غاديش تندموا، تبعوا غير الطريقه وخصوصا العجين اكيد غتنجح معكم، كما كتشوفوا القوام ديالها معلك ولذيذ في نفس الوقت. شكرا لكم بزاف على التشجيع والمتابعه، واللقاء في فيديو في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.